مرحبا بكم من جديد بموقع عزف.com ومعكم أحمد الويسي. اليوم حابين نجاوب على سؤال كثير بينطرح علينا وهو متى يجب تبديل الأوتار. رح نعطيكم مجموعة معلومات بسيطة هيك رح تساعدكم في معرفة متى يجب تبديل الأوتار. أولا وبشكل عام بنحكي العمر الافتراضي للأوتار بشكل عام هو ما بين 4 إلى 6 شهور. هذه علامة بسيطة جدا تقدر تميز فيها انه اوتارك انتهى عمرها الافتراضي. العلامة الثانية بتواجه صعوبة في الدوزان ما كنت تواجهها من قبل. العلامة الثالثة هي نشفان الاوتار، تلاقي الاوتار صارت ناشفة. الان انت روح تحسس عودك تمام، او اذا حتركب وتر جديد ابدأ تحسس الاوتار، وبعد 4 إلى 6 شهور رجع تحسسهم راح تلقى ايش صارت ناشفة. وهذا السبب اساسي جدا انه كثير بيجوا بيسألونا بيحكونا مثلا احنا ركبنا الاوتار على العود وبعد سنة جينا نستخدمه او بعد 6 شهور جينا نستخدمه، هل بصير نستخدمه؟ لا ما بصير تستخدم، لانه الاوتار اساسا استخدمتها او ما استخدمتها متى ما تركبت بدأ عمرها يعني ينحسب تمام. والعلامة الأخيرة اللي بدنا نقولها هي إنه الأوتار بتبدأ عندك هنا تتشكل عليها علامات الزمن اللي هي إيش، اللي هي مثل إصفرار الوتر مثلا أو يصير في سواد هون على الأوتار، هذه أيضا بتشكل كمان عندنا فرق. وفي علامة كمان مهمة كثير خلينا نقولها كمان اللي هي امتداد الصوت يا جماعة، لأنه الوتر لما يكون لسه جديد، هذه أوتار جديدة مثلا اسمع وتر بتلاقي ايش، خلينا نعزف بالريشة كمان شوف امتداد الصوت، الصوت ممتد. بينما لما ينتهي عمر الاوتار ما راح تلاقي الامتداد هذا موجود، مجرد ما ضربت الوتر راح يعطي صوت خافت شوي وبعدين يكتم تمام. فهذا دليل ايضا وعلامة اخرى على انتهاء عمر الأوتار. حبينا نشارككم بهذه المعلومات لحتى تستفيدوا منها إن شاء الله وتعرفوا متى يجب تبديل الأوتار. تمنياتنا للتوفيق للجميع وإلى اللقاء.